كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع الكابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي، واتكلم على اهميه اللقاء وفوز وتجنب مفاجات الكاس. هينضم لنا دلوقتي في هذه الاثناء الكابتن سيدعبدالحفيظ، كابتن سيد مدير الكوره بالنادي الاهلي. كابتن سيد، برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، وتحيات الكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام. من اهم الامور النهارده ان انا بتجنب مفاجات الكاس، وده كانت نقطه مهمه. انتوا مش باصين للمكان اللي فيه نادي الترسانه وفي دوري الممتاز بيه، لا، عندكم طموح ان احنا نكمل وناخد بطوله كاس مصر. الحمد لله. طبعا يمكن مباراه الكاس من المباريات اللي الواحد بيبقى بيستصعبها قوي، رغم ان ممكن يبقى المنافس طبعا مع احترامي وتاريخ ومكانه الترسانه طبعا، لكن نادي كبير ومن الانديه العظيمه في الكره المصريه، ومن الانديه اللي كمان خدت الدوري، الست انديه اللي خدت الدوري، فليها تاريخ كبير قوي. لكن مباراه الكاس بتبقى على مستوى العالم، يعني الدوافع بتبقى مختلفه شويه، الاهتمام بيبقى مختلف شويه، الاهداف بتبقى مختلفه من حيث الاجهزه الفنيه. الحمد لله عدينا المرحله وعدينا المباراه، يعني عندنا برضو مرحلة جاية اللي هي الثلاث مباريات اللي جايين، مباراة المقاولين ثم انبي ثم بيراميدز، وتحضير لمباراة الوداد ان شاء الله. سيد، من النقاط المهمة النهاردة والمكاسب النهاردة ان انت بتدفع بمجموعة من الناشئين، مصطفى شوبير، محمد شكري النهاردة في اول مشاركة رسمية، وبالتحديد محمد شكري كان لحضرتك بعض التعليمات ليه، وشايف انت بيبقى فيه ضغوط شوية على اللاعب الناشئ في اول مواجهة، خففت هذه الامر واتكلمت مع محمد شكري وشوبير؟ مش مساله ضغوط، هو وضع طبيعي، بيبقى احساس مختلف يعني ما بين الناشئين، يعني بيبقى عايز يعمل كل حاجه، بيبقى نازل يعمل كل حاجه. ما بتكلمش على شكري بس، على شوبير او فخري او عربي او كل الناس، بيبقى عايز يعمل كل حاجه. عايز احنا مقيمين كل اللعيبه وعارفين كويس مستوياتهم، فان شاء الله الرحمن يبقى لهم تواجد ان شاء الله باذن الله على حسب الرؤيه الفنيه، يعني ان شاء الله الرحمن يبقى لهم مستقبل كويس، كلهم شخصيات كويسه ويستاهلوا كل خير يعني. كابتن سيد، عايز اتكلم مع حضرتك بنقطه بالتحديد، واحنا طبعا بعد انتهاء بطوله الدوري والتتويج لسه عندنا مباراه، لكن الكابتن سيد بالظبط الموسم اللي فات كان الاهلي بعيد عن المنافسه، وكان الكابتن سيد عنده يقين يقول لك لا الدوري لسه في الملعب. النهارده وانت على القمه من البدايه بتقول برده الدوري في الملعب، والدوري ما كانش هيتحسم الا مع فارق النقاط بيزيد عن المباراه المتبقيه. عندك يقين بتنقله للاعبين وبتنقله لجمهور النادي الاهلي؟ يعني زي ما قلت، الاهتمام اللي يكون مهم جدا في النقاط القوة اللي انت عايزها، او نقاط القوة اللي عايز تستخدمها، او الاهداف اللي انت عايز تحققها. حققنا بطولة الدوري، ده كان شيء كويس، لكن عندنا البطولة لجماهير النادي الاهلي وعشاء النادي الاهلي ومجلس ادارة النادي الاهلي والجهاز الفني النادي الاهلي واللعيبة مستنيها، هي بطولة افريقيا ان شاء الله. نحضر لها كويس، ندخلها بمعنويات كويسة، ندخلها بتركيز على اعلى مستوى من دون اي تنشنة، واتمنى يا رب ان الاصابات ما تبقاش موجوده في الفتره اللي جايه. فان شاء الله الرحمن باذن الله التوفيق يكون حليفنا. عندنا اللقاء الاول هناك يوم 17، ثم لقاء العوده يوم 23 باذن الله. خلينا ننتظر، لكن عندنا شغل نعمله باذن الله ونحقق اللي احنا عايزينه ان شاء الله. كابتن سيد، الدفع بحمد فتحي في مركز قلب الدفاع، يعني في التفضيل عندك غيابات محمود متولي او رامي ربيعه ممكن ما يلحقش بنسبه كبيره مباراه الوداد، اكيد ده واحد من الحلول اللي بتجربوها في هذا المركز لتجنب حدوث اي امر خلال المباراه. طيب، يعني مع قرب المسافة وقرب الزمن ما بين مباراة الوداد والفترة اللي احنا فيها ديت، يعني انت عايز تبقى يعني ما يبقاش عندك أي خسائر تانية في اللعيبة يعني. لكن عندنا ثقة في المجموعة كلها، عندنا ثقة في اللعيبة كلها، إن شاء الله الرحمن كل اللي هيبقى موجود وكل اللي هيبقى متواجد سواء كان في المباراة الأولى أو مباراة العودة إن شاء الله الرحمن كله هيبقى على أعلى مستوى إن شاء الله الرحمن. المهم إن احنا نطلع ببطاقة التأهل للنهائي إن شاء الله الرحمن، وبإذن الله ناخد البطولة بإذن الله. كابتن سيد، تجهيزات السفر لرحلة الوداد الأولى والمباراة الأولى؟ يعني بدأنا كلمنا السفارة وسافرنا وتناقشت معاه في بعض الأمور. احنا مختارين الأوتيل بتاعنا، الاتجاه ان احنا نشوف طيارة خاصة، والملاعب هناك يعني انا عارف طبعا يعني ان الملعب فيها، المغرب فيها ملاعب كتير قوي، لكن احنا كمان عايزين يمكن في الفترة دي هيبقى في تواجد عدد كبير من الفرق سواء كان دوري الأبطال او الكونفدرالية، هيبقى موجود حرية كناكري، هيبقى موجود بيراميدز بجانب الأهلي والزمالك هناك، يعني بجانب طبعا أصحاب الأرض، يعني سواء كان نهضة بركان أو حسنية أغادير أو الوداد أو الرجاء. يعني خلينا نبقى دايما عايزين نبقى، يعني مش عايز أقول لوحدنا، لكن البرنامج بتاعنا نعمله احنا على ايدينا زي ما بيقولوا، يعني مش عايزين اي حاجه صغيره تفاجئنا، يعني سواء كان اقامه او ملاعب او ترتيبات. يعني شكرا كابتن سيد، ان شاء الله بالتوفيق، وباذن الله الموسم ده نفوز ببطوله افريقيا ان شاء الله الرحمن باذن الله. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكوره بالنادي الاهلي، ويتكلم على المباراه وتجنب مفاجات الكاس والصعود لدور الثمانيه، وايضا تكلم على استعدادات النادي الاهلي واخر استعداداته للسفر لملاقات الوداد في الدور نصف النهائي. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام.
شكرا جزيلا للزميل فاروق صلاح. كابتن سيد يمكن يتكلم كلام محترم جدا وكلام متزن جدا، هنعلق كلنا على كلام كابتن سيد عبد الحفيظ، ولكن